كنشطو بحال حنا في السيكتور القطاع واو من الناس المنظمه ديال هذا الدوري. هذا الدوري دوري داخل على اطار على حسب العماله باشراف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. قمنا بهذا الدوري باش نشطوا الوليدات ديال الطبقه الهشه، الطبقه اللي الفئات بالنسبه للطبقه الهشه والجمعيات المتهمشه عندنا هنايا. الحمد لله اليوم كان افتتاح زوين وانطلاقه رغم الصعوبات رغم الاكراهات رغم شنو ما يتقال، نخليوه حنا ما ندخلش في هذيك الصراعات معاهم. بالنسبه لنا حنايا راه انتم شفتوا البلاطو بدا وان شاء الله يكون على طريق جهوي لاسباب عده، منها اننا لقينا اكراهات في الملاعب، ما لقيناش الملاعب متوفره لنا، وان شاء الله يكون خيرا نكملوا الدوري وما نوقفوش، ويكون حسب الجهه كل فرقه تستقبل المضيف ديالها في عندها، أنا تكون فيها الي وروتور تخرج وتدخل. هذه طريقه ان شاء الله اللي تكون ديال هذا الدوري، والدوري يكون سنوي ما نوقفوش فيه. وبالنسبه للفروق كاينه عندنا 20 فرقه اليوم التحقوا بنا 16 اللي بدينا بها الدوري، واربعه ما غوتناش عليهم على حساب البعد وعلى حساب التوقيت وعلى حساب كان عندنا بدا الدوري بكري شويه مع هذيك الثمانيه، راك عارف 7 ونص يكون الظلام. رغم هكاك راه حنا بدينا ان شاء الله، والاسبوع المقبل يكون كون فئه تلعب في الملعب ديالها تخرج عندها الفرقه الاخرى والسيمه الاخرى تدخل عندها. واللي كاتيجوري تكون كاينه 2014 15 وكاينه 2012 13 وكاينه الاي 13 هي 2011، ثلاثه الفئات اللي درنا الاي 13 والاي 12 والاي 10، هذو هما الفئات اللي كاينين والفئات العمريه. بالنسبه للمشاركه كاينه تطوعات من حنا المدربين ورؤساء الجمعيات، بالنسبه للخيرات زيرو درهم. بالنسبه للجوائز حنا اغلبيه ما وعدنا حتى وحدين، حنا دارت المبادره حنا غير طوعنا. بالنسبه للجوائز اللي جا من عند الله من العماله مرحبا، اللي ما جاش حنا عندنا الغرض هو نشطر الوليدات وما يوقفوش هاد الوليدات وما هاد الجمعيات المهمشه مهمشينها شي ناس متحكمين في الكره على جهه الرباط سالا، ما عطينهمش قيمه ما عطينهمش وقت ما تيعرضوا عليهم ما تيصيفطوا عليهم ما والو من الجمعيات ديالنا نيت حنايا اللي ضايعين. حاولنا دابا درنا تكتل بيناتنا حنا الجمعيات وحنا الحمد لله ما نوقفوش، وشكرا لكم نتوما شكرا للقناه ديالكم، وتنتمنى لكم ديما تكونوا متواصلين معنا في اي مظاهره، وتنتمنى الاسبوع الممكن تكونوا حاضرين معنا لان حنا ما نوقفوش وحنا راه نتوما شكرا على هاد المجهودات. هادشي نقول لك شنو ما يتقال اخاي. كما كتشوفوا في هاد الصبحيه هادي في مدينه سلا بحي رحمه نقلنا واحد الدوري اللي فيه 30 جمعيه رياضيه باسم عماله سلا تحت اشراف عماله سلا ومبادره التنميه البشريه. الحمد لله كاين 30 جمعيه اللي جات رياضيه بمدينه سلا، هذه النسخه الاولى اللي غتكون ديال الدوري هذا اللي كنتمنوا الله تكون سنويه ان شاء الله. وكنشكر الشكر خاص للسيد عامل عماله سلا والقسم الرياضي ديال القسم ديال الوطنيه التنميه البشريه الوطنيه وجمعيه النشاط الثقافي والرياضي بمدينه سلا. الحمد لله كما كتشوف جات 30 فرقه رياضيه. الدوري غيكون على ثلاثه ديال الوجهات، غتلعب فئه ديال 2010 2012 2013، غيكون دوري جهوي غيتلعب في ملاعب القرب في مدينه سلا، غيكون فيه الذهاب والاياب. وكنتمنوا على الله النسخه الاولى تنجح وتحترم ان شاء الله. كم طفل غادي يستافد من هذه البديله هذه؟ بالنسبه للعدد ديال الاطفال اللي غيستافدوا في هذا الدوري هذا 1200 طفل، 1200 طفل كلهم من جهه ديال مدينه سلا من احياء مدينه سلا، وهذا دوري جهوي ديال احياء مدينه سلا تحت اشراف عماله سلا والمبادره التنميه البشريه وجمعيه سلا للتنشيط الثقافي والرياضي. يعني من 13 عام لتحت؟ اقل من 13 سنه. والدوري ان شاء الله غيكون جهوي. افتتحنا اليوم ان شاء الله هنا في ملعب ديال البلدي حي رحمه. شكر خاص لجماعه سلا والسيد عامل عماله سلا والسيد العمده مدينه سلا، وهذا الشيء كامل الحمد لله غيكون في واحد التوجه ديال الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا، وديما شعارنا الدائم الله الوطن الملك. السلام عليكم. سلام. اسميتك امير؟ امير انجرو. كي دازت اليوم الاجواء امير؟ عجبك الحال؟ عجبني الحال بزاف، حشاش لعبت ومع الدراري كاملين، مع انا مع الفرقه كامله مع الفرقه كامله استمتعت بزاف. شنو كيعجبك؟ شمن بوست كيعجبك تلعب فيه؟ اللور؟ سعود. سعود مهاجم. شكون في الدراري ديال اللعابات المغاربه اللي كيعجبك؟
تعجبك حمد الله ولا تعجبك زياد بغيت تكون بحال زياد؟ ولكن اللاعب اللي كيعجبني بزاف اللعب هو كريستيانو، كيعجبني اكثر من كل شيء. كريستيانو رونالدو اليوم لعبش مزيان؟ لعبش مزيان. ربحتو ولا خسرتو؟ ربحنا. وهذا غير الافتتاح، مازال مباراة فين تربحوك شعب. يلا برافو عليك.